واش كاين فما الرم سوقا؟ واش كاين هاك؟ شو الدار فرغت، ازدحمت راح وخليها فارغه. وشني نورمال انا شغل مسؤول من سوق فاميليا؟ نورمال. وشني خوك يا خويا؟ كيما يقول لك مثل خوك خوك من عند حبيب تفاحه. يا درا دوكا ازدحمت وشو داير؟ بقمشتو كاروات ونواضرو ادروات، خلا غير هذا البوست قديم كيما هو. These battered hands are all you own. This broken heart is turned to stone. سيد أحمد يا طولو فيزا، سيد أحمد يدي الفيزا. بالك طوها له كارد ارتيست، بالك استحكرت بيها على بالك. وينايا؟ على جالو عاود توليت. إيه أنا كنت حارق، وقف قلبو على لي بوين دي بي. دوكا هو راه في فرنسا وانا راني في حومة ارا. ارا شوية، ارا عظة، ارا ناكل، ارا انيتي. وزعما جايبها زعما شغل ايميغري، يبعث زعما الدوزان من لهيه. باسكيت 22. دوكا انا اخوك يا خويا، ماكش عارفني بلي ما نلبش 22، ما نلبش 16. واش توما دوكا ما ناكلوش في ذي الدار ننقرضو بالشر؟ انت ما تخرج من الدار، ما تندم، ما تدير والو، لي خدمه لي قدمه. واحد راهو هنا واحد راهو في الخارج، خلا نقف بلا يدين. وش بيكم؟ كرهت منكم كاع خلاص. الله، هذه ياسمين اختي، تعرفوها تهضر بزاف، باسينه تهضر. وملي راح سيد احمد ولا دير الذراع. اوف دي موا سيد احمد فيني il va habiter en France. Il habite à Paris au 16e arrondissement ou bien aux Champs-Élysées. Je sais, à côté de la Tour Eiffel. الله العظيم غير كي تبدا تهضر والله من امن مخي، من امن من امن لازم منها الجوجل ايرث. ومش عارف ايه الفراغ. يبا بلو غوفينيغ او بلاد. بلاد ايه، بلاد ميوزيك. اوكي تحلو هكا وي صوني الباب، روحي حلي. سي غي لي سيفي غي بتشيلي. اي جات تظهر. يا شكون؟ واش 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 انتوما؟ عباكم شكون هذه؟ دوك تفهم. ما تعيطوا، ما تسقسوا عليا، ما تقولوا بالك نعيطوا مرتخونا والو. ودي الزهور دوك نفهمك. واش تفهمني؟ خليني نهدر، خليني نهدر، خليني نهدر. خوك سيد احمد شايدني 7 سنين ونص، عاود ديجا الحق وقت المهايب. فهمتك. وريك واش بعث لي. شوف ديجا واش بعث لي. شوف حسبني طفل صغير انايا يبعث لي هاد لي بوت. يا ودي ماشي وحدك، شو انا واش بعث لي؟ ليسونسيال شو انا فوق نفهمك. هو راهو يقول باللي دوكا كي يطلع يدير تاوي لي يا الزوره، كي فهمو. ضحكتني، شو التاول اللي دايره؟ هو دار التاول هنا باش كيدير التاول في فرنسا. هذيني معاك نكذب عليك، هذه صح راني معاك. وشني شوفي هو ويقول باللي هو فنان والهي يعرفوا قيمته الزور، اخي فهمتني نورمالمون. انا هي فنانة نطير من المقلة، نبيع طابلو واحد يضربوني بشك، حياتي ما نزيدش نخدم. شو نهضر معاك الزور؟ انا ني معاك نكذب عليك. دوك انت كيفاه؟ انت رايح لفرنسا؟ ما انتش تدير فرنسي. كستومو الله يذكرك بالخير يا استاذ زهور. اكي هنا دوك شوي دي سيغ تكون ماما. 7 سنين ونص وهما شاديني، راني شايفتها رايحه بيربيت. واش كاين فما؟ واش صاير داير بالسكوتش؟ هيلو عطيني بلوطو تاع لافير تاع البابي فود. شتشو شد الخير هاك تشوف فيها هذيا؟ بعثها سيد احمد من هي واعره ترناكا جوني. هذه اللي كتشوف فيها انا وياك في الشريعه، انا نموت تقعد حي. قول لي علاه؟ علاه؟ شد لك سخانه في رجلك. شحال هذيا؟
عطيني زوج منين صاحبي ليك هاو تاخويا. اوه بزاف صاحبي خلينا منها. ودي انت ما تشري ما والو لافوا مش عقاوين درتها وملي كنا صغار دايره هكا تاعي. كامبو شتشوشه شنو هذايا؟ يا ودي هذه ترناقه ويره هذه بحالك تنخلع هذه تلبسها في رجلك تسقم لك وجهك. انت تالي بيبي هذه تشوف فيا دراري نعمي لك عينيه. خلاص كامبو اسمع لي. شو ترناقه؟ Only you can to make all this world seem right. Only you can to make. بكشي مو شايفهم هذو ما على بالك جيب لي ربي والله ما على بالي كذب عليك. Only. السلام عليكم قتي. عليكم السلام يا الجلالي. مازاك انت ما تبدلتش وشنو الخانه كبرت شويه قلات جنبير وقلات ساره. المهم نعاونك لله في سبيل الله وترمي لي هبله اذا حبيت. انا شايفك عندها واحد جاب لي ربي في لا شو الجلالي جاب لي ربي فاميلته على بالها. شنو حبيت نقول لك حاجه وكثير بالله غير تحبي تزيدي عليها. مساء الخير عليكم. مساء الخير خديجه. صافا الحمد لله صح. قولوا لي سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ واش كاين غير الخير؟ جاو جيران جدد في الباتيمو ما على باليش مين جاو ولا شكون هما بصح بيناتنا انا كراف حابه نعرف شكون. عليا خديجه انا نجيب لك طالع. واش كاين فما وش صاير ضاير بالسكوتش؟ خديجه كاينه حاجه صدقيني غير كان الظلام الدامس في الحومه في الدار دخلتي تيضوا كلش. ميرسي خويا عليلو ميرسي. هذه يا خويا اللي ما فهمتهاش. عليلو سمعت بلي جاو جيران جدد هذوك اللي زد مو زد ما دوكا شغل رحلنا الى منزلنا الجديد تاع السنه الرابعه شتهم. توتو عليلو تو tu sais tout tu as rien et en plus tu es responsable donc tu peux nous aider à résoudre l'énigme de la nouvelle voisine. صدقوني غير كي تهضر هذه الطفله نحس الزنزله ضربت ولا طبعوني من بلاصه عاليه. Je suis sûr que tonton Alilou va nous aider à élucider l'énigme de cette nouvelle voisine. دوكا هذو الجيران خديجه انا شايفهم نمتهم بعيش بصح شايفهم ما نكذبش عليك او يسوني الباب نوضي حلي. فهمتي خديجه غير كي ما رحت شارجي تحت 70,000 مسؤوليه. على بالي. راكي فاهمه خديجه. خديجه بكر كي ما كنت مريض رحت للطبيب. يا يما واش بيك؟ ما تقلقيش قال لك مريض بالمسؤوليه. قلت له كيف قال لي مسؤول بزاف قال لي شغل حق المسؤوليه حتى مرضت من المسؤوليه الله غالب قال لي تقدر تسوق نورمال هكا فاميليا وتديها بالوبي. جات واحد المخلوقه تحبس عليها ليلو. ليلو السلام عليكم. واش راكم دايرين فيها؟ لاباس. شحال توحشتكم ليلو. واش راكي دابا؟ مازال كنت انت سبحان الله اختيست حطه ومسؤول. طيب مسؤول ونتزوج نورمال تعرفني هذه خديجه مازال هم يقبلوك بالضرب وجيت بكيكي ما زمان. تشوفي هذه والله ما تعرفني. ياسمين الله يبارك كبرتي خليتك بيبي. انت يا خديجة صافي بيان لونطون صافا كي مليحة؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. انت يا شكون؟ موا سي كامل لامي دو ياسمين. لينا ما فهمتهاش دوكا. الله يبارك. بصح انت عقلتينا كامل. انت يا شكون؟ انا ما عقلتكش. سي فغي تي كي؟ انا كمسؤول من حقي نعرف انت شكون. انا مريم جارتكم تاع بكري. مريم صح ليلو زاد ولا حطه اون بليس عنده باركينغ بريفي. مريم شفتي كي كنا صغار وكانوا يعطونا الدراهم في العيد وكانوا يسرقوا لك سواردا وانا نجيبهم لك. ايه صح وكون جيبهم ناقصين خاطش انت اللي كنت بعد صاحبك يسرقهم لي تقول له نتقاسموا وتجيب لي غير الفتات. كيف خديجه على بالك؟ بصح ما غير هكا كنت نفرح كي تجيبهم لي. ايه وتشفى كي كنت سرق الخوخ من الجناب. ومريم هذه ما جاتش كاع في وقتها
جابت واحد الذكريات حد اللي ديق على بالك. عيانة بزافة اوكي عيانة وجيتو من بعيد ولازم تروحي تريحي. تروح تريح خديجة، تروح تريح هي عيانة، لبالي بلي راكي عيانة ولازم لك تقعدي وتريحي حنونة. اوه جارة جديدة هادي مانيش كاع حملتها. على خير خويا ليلو، نحب نديرها في كتاب بلينا ماشي اخوك نكتبها. ليسونسيال مريم، انا اللي مخلي الباركينغ والبابي يفوت وحده هاكو. انا نخليك وكاينه حاجه حبيت نقولها لك. انساي انساي الذكريات انسايهم، مخك انا حاب لا ميموار تروح كيفاما ما تشفي والو، عاود تفلاشي هاكو. انساي لنا الذكريات تاعك، شغل ما عشناش انا وياك بكري هاكو. يبقى على خير اختي مريم. صح انا ماشي اختك.